السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من قلب دوار الحارت خوتي متتبعينا الكرام اجواء غير عاديه هنا بدور الصفيح بمدينه تمارا وكما كتشوف اش غنقول لكم دخلنا لواحد البراكه هنا بعد ما علمهم مساكن باش غادي غادروا المكان في الساعات القليله القادمه ان شاء الله غدا عمليه الهدم وكما كتشوفوا الناس مساكن بداو كينصلوا العود ديالهم الماريو كيفصلوا في البلاكارات المسائل ديالهم الله يدخل عليهم العتبه الجديده بالخير يا ربي يا تدخل عليهم بالخير والتيسير كما كتشوفوا الناس مساكن نصلوا ديال الماريو البونج ديالهم كذا هما البونج مساكن غيبات الغد ليه الصباح غيقفوا عليهم ان شاء الله باش يقادو معهم الامور باش يمشيو تسلموا المفاتيح ديالهم ويبداو الاجراءات اللي غادي يديروا ان شاء الله باش يدخلوا للسكن ديالهم جديد للاشاره فقط لربما بزاف الناس كيقولوا كيفاش غادي يديروا هاد الناس الحوايج وغدا غيكون الترياب الانسان لازم ما غادي يباني راسو فواحد النهار ولا يومين ما فيها باس راه ما يرتب الامور ديالو ويدخل الشقه ديالو ويصيقها ويقادها مع العلم وما راه دازوا العيالات ديال الميناج تما ومجموعه من الامور الناس هما مساكن كيجمعوا في الكارطون ديالهم الحويجات ديالهم نطلبوا الله تيسر الامور وما يكون غير خير ان شاء الله هادي من جهه من جهه اخرى كما كتشوفوا هنايا الكارطون هنايا راه كيعمروا فيه المعنات ديالهم الصباب تجمعهم في الميكات الساشيات ديالهم البلاكار كيتفصل العود كلشي كيتفصل نطلبوا ربي يدخل عليهم الله السكن جديد بالفرح والسعاده يا ربي ومجموعه من الامور الايجابيه ان شاء الله اكيد اكيد غتبقى واحد الذكرى في هذا الباب هذا ماشي ساهل كيدوز الانسان واحد 30 عام من عمره ولا 40 عام في البراكه اكيد غتبقى واحد الذكرى غيبقى تعاود هذا الشيء لأنه انه نطلب ربي كذلك الفرج للناس اللي ما عندهمش هاد الناس هادو اللي غتتم عمليه الهدم ديالهم غدا اغلبيه اللي مخلصين الكاش والناس كذلك اللي دخلوا في الكريدي كاين اللي خلص جوج المليون كاين اللي خلص خمسه كاين اللي خلص سبعه كل واحد قدر المستطاع اللي عنده كيشوف ديك الساعه شنو غادي يبقى ليه هذه من جهه اخرى يعني احتمال في الايام القليله القادمه ولا ربما قبل ما يوصل العيد نقدروا نشوفوا عمليه الهدم بواحد النسبه ديال 70 حتى 80% حتى ل 70 حتى في 80% وممكن ممكن تشمل مجموعه من البرار كنتمنوا من الله يدار الحل لذوك الناس والاسر اللي ما عندهمش اللي فعلا فعلا ما عندهمش يعرفوهم كي كيعرفوهم كيعرفوهم واحد واحد يا ربي دير تاويل ولد الخير كيما كتشوف اخوتينا هنا كل كلشي تجمع الله يسخر الجميع يا ربي الله يسخر والله يدير شي تاويل الله يدير شي تاويل وان شاء الله كنتمنى من الاخوان الطلب ديالي واش بارطاجيو الفيديو واللي باقي يشترك ما اشتركش معنا في القناه يشترك معنا باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد وباش كيما قلت لكم لونسي والناس مساك اللي ما عندهمش لا لا وعسى محسنين على الخط وغدا غنكونوا معكم ان شاء الله مباشره من عين المكان من عين الحدث ان شاء الله باذن الله باش نقربوكم من الاجواء ديال عمليه الهدم ديال اول براكه والله يسخر يا ربي والله يدير لي فيها الخير الله يدير لي الخير من قلب من قلب دور الصفيح دوار الحارش وبالضبط من داخل البراكه بدايه بدايه نهايه دور الصفيح بمدينه تماره استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان اعجبك الفيديو <applause> لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه